بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، أعرب فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبو ظبي، متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات منصبه الرفيع والإسهام في تحقيق المزيد مما يتطلع إليه البلد الشقيق من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وراجيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن أخي حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبو ظبي، متمنيا سمو له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة صدور المرسوم الأميري من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينه نائبا لحاكم إمارة أبو ظبي.